بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وجبتنا معناها وجبة في وجبة، معناها هي وجبة واحدة لكن باش نخرجوا منها وجبة أخرى. عنا باش نعملوا مقرونة جارية، مقرونة سباكيتي رقم واحد خلينا، في نفس الوقت باش نعملوا طاجين. أما اللي بيناتهم من حاجة مشتركة اللي هو البطاطا ولحم الدند، هذا احنا باش نعملوا وجبه لستة انفار. خذينا 5 قطع من اللحم الدانت سكالوب، معناها هبره، وخذينا 3 كعبات بطاطا، وحضرنا الماء يغلي. احنا تو اول حاجه باش نبداو بيها باش نفوحوا الماء نتاعنا ونحطوا فيه البطاطا واللحم لمده 20 دقيقه يطيبوا، ومن بعد نكملوا مراحل المقرونه نتاعنا ومراحل الطاجين كل واحد وحده. اول حاجه باش نبداو بالحاجتين هذوما. الماء نتاعنا كما شفتوه يسخن، نحطوا شويه ملح، شويه كركم، صبوا شويه زيت مش برشا، يعني حوالي مغرفتين زيت، ونحطوا اللحم والبطاطا. يعني الماء من بكري على النار يعني باش يغلي. هذوما نخلوهم على الاقل 20 دقيقة يطيب لنا البطاطا واللحم. هذوما تو نغطوهم ونخلوهم كما قلت لكم 20 دقيقة على الاقل يطيبوا بالكدا، ومن بعد نحوهم. البطاطا والحم طابوا باش نحوهم توا. هذا معناه حطيناهم طابوا، ملح وكركم. تو بعد ما نحينا اللحم والبطاطا باش نفوحوا الطنجره نتاعنا، معناها هذا الكلافس باش نعملو مقرونة جارية نقولو احنا. هذا كلافز، هذا سلق قطع، وهناك كما شفتوا بصل وفول اخضر وجلبانة وبازيلا. طيب باش نحطو طماطم، حوالي مغرفتين طماطم معجونة، ونضيفو شوية زيت، خاطر زيت بكري تعب فيه اللحم. طيب باش نحطو مقرونتنا نحاولو نضيفو مغرفتين، بالطبيعة احنا زيت زيتونة نستعملو فيه. كملو نفوحو كل شيء، نزيدو التابل والفلفل الأحمر. هذا الفلفل، هنا تابل او راس الحانوت، ونضيفوا ماء سخون. هذا ماء حطيناه يسخن، نخلوها تطيب في عقلها. وتو باش نعملوا الطاجين نتاعنا، هذه تطيب باش نغشوا فيها المقرونه، وبعد نمشو نحضروا الطاجين اللي باش نحطوه في الفرن. بعد ما حطينا الخضره وفي الماء اللي طيبنا فيه البطاطا واللحم، تو باش نحضروا هذه باش نحطوا نعملوا طاجين. وهذا طاجين صحي، يعني ما فيه حتى شيء مقلي، كله طيب في الماء. يعني اللي ما يتحملوش عندهم ما يتحملوش حاجه مقليه في الزيت ولا حاره ولا حاجه. هذه البطاطا باش نرفسوها طيبه، ناخذ فرشيطة، ناخذ فرشيطة ونرفسوها كلها. يعني سهلة ماهيش صعيبة.
هي سخونه معناها ما زالت سخونه، نحط فيها بصل، شفتوا تريخ بصل اخضر، معناها نحط فيها البصل ونحط فيها المعدنوس باش يذبلوا شويه من السخانه نتاع البطاطا. هي سخونه واحنا نستغلوهم نحطهم في وسطها. كان ما مشيتش معاها اللي تبدا البطاطا مره تكسحها شوي، حط لها شويه زيت. خلطنا البصل والمعدنوس والبطاطا، تو باش نقصوا الحبة. هذه الزيت كما شفتوه طاب حتى هو، نفتفتوه الطريفات ونقصوه كما كل واحد كان بارد يعني نشمو حتى باليد نفتفتوه، مادام سخون باش نقصوه بالسكينة. توا كملنا قصينا اللحم، اللحم قسمته معناها حطيت فتفت شوية للطاجين وخليت قطع باش نرجعهم في المقرونة الجارية. توا نبداو تفويح الطاجين بتاعنا، نضيفوا له شويه كركم لازم يجينا اصفر به، شويه ملح وفلفل اكحل. بالطبيعه هو مش طيب في ما عندوش صوص، باش نصبوا زيت يعني نصبوا له حوالي فنجان زيت. واحنا في الاثناء حطينا الفرن يسخن، يعني هنحضروا طاجيننا والفرن قاعد يسخن الوقت نص ساعه كما تعرفوا، نخلوه هو 35 دقيقه و 30 دقيقه درجه الحراره 30 درجه. هذه اللحم والبصل والمعدنوس والبطاطا روحناهم بالزيت والكركم حلو الملح، خلطهم في بعضهم بركتين. هذا هذي طاجين سهل بالنسبة حتى للعزاب يعني نجموا يعملوه. خلطوهم في بعضهم مليح ومن بعد نزيدو العظم، العظم نخلينها حارتين 8 كعبات مش برشا. الجبن اللي يحب يزيد نوع آخر من الجبن ولا طوابع جبن ولا موزاريلا ولا يحب يضيف هو، يعني جبن اختياري. نجم نضيفه حتى مثلثات يعني حب تضيف طابع جبن مثلث يزيدوا يبنوا. يعني مش مشكلة جبن أي نوع من الجبن يمشي معاه. كل شيء جاهز، تو نضيفوا العظم. العظام نرقدوه وحده قبل ما نضيفوه، هذوما 8 كعبات عظام نرقدوهم وحده. إذا بينا العظام ديما نرقدوه وحده، ما نرقدوش في وسط الخليط،
حتى ونصبوه. صبوه في الخليط. هذا الطاجين بتاعنا جاهز. تو نحضر الطبق باش نحطوه فيه. هذا الطبق بتاعنا باش ندهنو بشوية زيت. ندهنوه من الجناب وندهنوه من الغرفة. نصبو الطاجين تو تنجمو، راهو البقايا اللي تقعد في الصحفة معناها اللي تستعملوها، عندنا المغرفة البلاستيك يعني في لحظة تهبطو كل شيء، معناها ما تتعبش كل شيء يهبط وحده، يعني تو متوفرين المغارف هذوما في أي مكان شفتوها. حضرنا الفرن على درجة 200 حرارة باش نحطوه نص ساعة يعني بالوقت. كما شفتوا كلها خضروات طازجة وطرية وصحية 100%، لا فيها قليان لا فيها زيوت لا حتى شيء. تو باش نحضروا المقرونة اللي باش نرشوها. واحد باش ناخذوها احنا باش نقصوها قصيرة هكا باش نجمو ناكلوها بالمغرفة، خاطر مانيش باش ناكلوها بالفرشيطة. هذيك هكاكا منرشو المقرونة نتاعنا كي نتأكدو الجلبانة والفول طابو، مازالو كاسحين شوية منزيدو شوية، خلوها تغلي شوية ومن بعد نرشو. تو باش نرشو المقرونة خاطر الفول والجلبانة طابو. راني خذينا ربع كيلو احنا مقرونة جارية، ربع كيلو 250 غرام مقرونة، ونراجعو اللحمات اللي خليناهم باش خذينا طروف اللحم باش نرجعوه يغلو مع المقلي. اللحم داند اللي طيبناه من الاول قسمناه، خذينا كعبات شويه للطاجين والباقي خليناه تو نخلوها تغلي حوالي 10 دقائق وتكون جاهزه باذن الله. شوفوا الطاجين تاعنا جاهز كما قلت لكم، 200 درجه الحراره، 30 دقيقه الوقت، الفرن معناها اطفال جاء بالضبط. نتوما شوفوه يعني حتى في الطبق ماهوش باش يتعبنا باش يتنحى فيسع، يعني راهو اللي سخون. شفتوه معناها جاهز حاضر، معناها قلبناه حاضر بالكدا، ما عندوش حتى ملصقش حتى طرف. هذا الطاجين حاضر كما شفتوه طيب وريحته بنينه برشا، وان شاء الله تجربوه وتشوفوه معناها بنين وريحته فاوحه وطيب ممتاز. قصيناه يعني حتى سخون يعني ما تفرتش شفتوه، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هذه المقرونه نتاعنا طابت، مقرونه جاريه بالخضره وخضره كلها طريه وبنينه، وجربوها راهي بنينه برشا وريحتها فاوحه، وان شاء الله تعجبكم وتاكلوها بشفاء ان شاء الله، وأكلة صحية وسريعة. هذه وجبتنا المتناسقة أو نقولينا ديزونا، معناها وجبة واحدة وعملنا بها وجبتين، هاي حاضرة ووجبة صحية وبنينة برشا، وإن شاء الله تعجبكم وطيبوها وتاكلوا بالشفاء.